السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام اليوم غادي نحضر معكم جديد الفطائر الذهبية القطنية بحشوة اقتصادية من أسهل وألد ما يكون إلى عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسوش تعملوا اشتراك القناة ديالي على الجرس باش يوصلكم جديد ديالي مع الأصدقاء ديالكم لتعم الفائدة غادي ندوزو المكونات وطريقة التحضير نأخذ إناء نضيف ليه بيضه واحده كاس من الحليب السائل يكون دافي الوزن ديال الكاس 150 ملي نخلط المكونات الطراب اليدوي من بعد نضيف الخميره الفوريه او خميره الخبز ملعقه كبيره ونخلط المكونات من بعد نضيف ملعقتين كبيرتين من السكر الخشن هذه الفطائر كتجي رائعه جدا نضيف قبصه ملح ونخلط المكونات حتى تندمج مزيان صافي من بعد نضيف الزيت ربع كاس من الزيت النباتي فطائر كتجي يعني رائعة جدا شكلا ومذاقا سريعة التحضير صافي من بعد نضيف الطحين غادي نستعمل هاد المصفات ونضيف الطحين بشكل تدريجي الكميه ديال الطحين اللي ضفت ثلاث اكواب من الطحين ما يعادل 450 غرام اللي غادي نحتاج في العجين صافي من بعد غادي نجمع العجين باليد ديالي طريقه بسيطه جدا من بعد نضيف الكميه المتبقيه من الطحين ونستمر في جمع العجين العجين ما يكون قاصح بزاف خصو يكون رطب بحيث العجين يلتصق باليد ديالي باش تجي الفطائر قطنيه خفيفه صافي كيف كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجين صافي من بعد نغطيه ونخليه حتى يضاعف الحجم ديالو من بعد نوضع لي واحد المنديل ديال المطبخ نوضعه جانبا ونعود نرجع معكم باش نحضروا الحشوه غادي نحتاج في الحشوه ثلاث ملاعق كبيره من زيت الزيتون 150 غرام من صدر الدجاج هذه الحشوه لذيذه جدا اقتصاديه صافي من بعد نضيف البصل بصله واحده حبه واحده من البصل اللي قطعتها صغيره كيف كتشوفوا صافي نخلي البصل حتى يدبل شويه ومن بعد نضيف المكونات الاخرى صافي من بعد نضيف الفلافل كيف كتشوفوا انا وضعت هنا حبة واحدة من الفلفل الأخضر حبة واحدة من الفلفل الأصفر وحبة واحدة من الفلفل الأحمر من بعد نضيف التوابل بابريكا أو التحميرة فلفل أسود كمون بودرة الثوم ملح كل مكون منه ملعقة صغيرة غادي نضيف عصير الليمون الحامض تقريبا ملعقتين كبيرتين ونضيف شطة حارة او صلصه حاره تقريبا ملعقه كبيره هذه كتبقى اختياريه صافي نخلط المكونات ونخليها حتى تكمل الطياب ديالها وممكن اذا ما بغيتوش تعملوا الدجاج قطع الدجاج ممكن تعملو فقط الفلافل حتى هي كتجي لذيذه بزاف صافي كيف كتشوفوا الحشوه واجده معايا غنطفي عليها النار وغادي ندوز باش نشكل العجين صافي العجين ديالي ضاع في الحجم ديالو كيف كتشوفوا غادي نشكلو نحاول ان نقطعه الى قطع صغيره صافي من بعد ما قطعته غادي نشكله الى شكل كويرات على هذا الشكل هذا بحيث الكويرات تكون متساويه في الحجم على هذا الشكل هذا هو القياس اللي عملت صافي غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى نشكل العجين اللي عندي كامل الى كويرات صغيره كيف كيف كتشوفوا شكلت العجين كامل غادي نستعمل بهذا المصفات كيف كتشوفوا هذه المصفات هي اللي غنشكل بها الفطائر دي اليوم خديت كويره دهنتها بالقليل من الزيت وضعتها في المصفات والمصفات حتى هي دهنتها من قبل بالزيت وغادي نحاول اني نبسط العجين على المصفات على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا طريقه بسيطه جدا نضغط عليها مزيان ستأخذ هذاك الشكل الحلزوني كيف كتشوفوا من بعد نوضع الكميه من الحشوه اللي بردات حضرتها من قبل خليتها حتى بردات نضيف القليل من الجبن جبن الموتزاريلا من بعد نجمع العجين على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا طريقه بسيطه جدا نجمع بالاصابع ديالي بحال هكا صافي طيب وحصلت على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا شكل حلزوني رائع جدا كيجي الشكل جميل جدا نستمر على هذا الشكل هذا حتى نكمل الكميه ديال العجين كامله اللي عندي خديت كيف كتشوفوا العجين دهنته بالقليل من الزيت وضعته في المصفات مره اخرى كنحاول اني نبسط العجين فوق المصفات على هذا الشكل هذا ونضغط مزيان باش ياخذ هذاك الشكل الحلزوني من بعد نوضع كمية مناسبة من الحشوة نوضع القليل من جبن الموتزاريلا حتى هو كيجي هائل هاد الموتزاريلا مع الحشوة ونجمع العجين بكل سهولة على الشكل هذا بالاصابع ديالي كيف كتشوفوا من بعد كنحصل على هذا الشكل هذا الشكل حلزوني رائع جدا صافي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ديال العجين كلها نعمل لها الحشوه هذه الطريقه جميله جدا ديال المصفات كتعطينا هذا الشكل رائع فطائر كيجيو من اجمل ما يكون ومن ألذ ما يكون والطريقه بسيطه كيف شفتو صافي من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كيف كتشوفوا وضعتهم في الصينية وضعت تحت منهم ورق سولفوليزي وغادي نغطي هاد الصينية ونخليها حتى يتضاعف حجم ديالها ونعود نرجع معكم من بعد ما ضاعف الحجم ديالها ديال العجين كيف كتشوفوا خديت اصفر بيضه واحده وضعت معها القليل من السكر الخشن تقريبا نصف ملعقه صغيره هذا هو السر باش كيجيو الفطائر كيجي كي هذاك اللون الذهبي الرائع جدا صافي غادي ندهن الفطائر ديولي كيف كتشوفوا نعطوني 12 فطيره او 12 حبه من الفطائر هاد الصينيه هادي هزت لي فقط 9 حبات صافي كيف كتشوفوا من بعد ما دهنتهم باصفر البيض غادي نزينهم من الفوق بالبافو ممكن تزينوهم بالحبه السوداء او السمسم وممكن تستغناو على التزيين هكا الشكل ديالهم كيجي رائع بدون تزيين صافي غادي من بعد غادي ندخلهم الفرن على درجه حراره 180 ونعود نرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي من بعد ما خرجو من الفرن هذا هو الشكل ديال الفطائر ديال اليوم فطائر ذهبيه رائعه جدا شكلا ومذاقا الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تعملوا اشتراك للقناه ديالي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي ما تنساونيش من التعليق ديالكم جميله ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله